ما حكم من قتل أرنب أو غزالة أو طير بحجر أو بعطن أو صدمه بالسيارة؟ فما حكم الأكل من هذا؟ ما يحل إذا قتل بالسيارة أو بحجر أو عصا ما يحل، ويكون مقيم مقيم موجود ما يحل. لكن إذا قتل بمحدد أو مقعد كذا معلم قتل أو الرمي رماد رصاص يحل. بسم الله الله أكبر عند الرمي بالحجر. طيب لو بسم الله إذا كان الحجر له حد، إذا كان الحجر له حد لا بأس.